تعاقدنا مع عبد الزكي قال عنده مقيلات جا المغرب عامين ونص ونص هو خدام امنا المشروع ديالو ولكن ما يجيكم نيشان سمسرونا في لعبه هيا كنقول لكم كاين شي امور ثقه ما سمسرنا في لعبه كاين شي لعبه ما يستحقوش يلعبوا معنا ما يستحقوش يحملوا قميص الفريق صراحه يعني كاين بزاف مثقال كانت واحد الهوبه خمسه المباريات خسرناهم وكنا نخسروا 50 و500 مع الزكي ومع حسن فاضل بهذا المنبر امام الملا بان السي حسن فاضل حفر من الزكي الله يهديهم الصراحه تمشي عند اللعابه تقول له هكذا اللاعب هذا مع هذا صدق مع هذا شي لا هاد الاساليب هذه اكل عليها الضروش ما كناش لنا هذه الحمد لله تفطنا وحتى اللاعبين الله يهديهم تمشيو عندهم شنو واقع البارح حتى واحد ما يقول لك الصراحه كلشي كيخاف على بلاصتو حتى نعملوا التدخلات استطعنا بان الدوره خمسه فكينا ارتباط باش نقدو ما يمكن نقابل فكينا مع التراضي سي حسن فاضل فكينا مع فينا ثلاث شهور ديالو شهرين اللي كيسد لي صالير 20 مليون عطينا ديالو ما كيسنى حتى حاجه الاخوه ديال المكتب دائما كيدعموني بايجاد الحلول الغذائيه مع الجميع لحدود الساعه ما خليت حتى شي واحد يمشي يدعينا حنا كنحاولوا دائما اي واحد يفكوا معاه بالتي هي احسن علاش ما نخليوش الخزينه ديال النادي ترتفع من ناحيه ديال النزاعات هاد ثلاثه المباريات كانت تحول ملحوظ الفارق سواء واحد الطاقه ايجابيه تذكروا كامل حتى المردوديه ديال النادي تبدلت كانوا النتائج نقولهم ايجابيين حنا التعادل مع الوداد حتى الهزيمه مع فاس هادشي ما كنستحقوهاش خليك دقيقه 93 كنا مزيانين ومكتب مزيان واحكام مزيان دقيقه 94 رجع احكام فاشل دقيقه 94 من 93 مزيانين وثلاثه د النقاط 94 نصلحوا ما نقولوا هادو اكراهات خارجين على الذات الى خطينا كنعتذروا لكم كاين شي امور خارجيه كاين شي امور داخليه من المكتب ديالنا حنا كتشوف بردوه لنا باش برد كان حماسي كيجبدوا الناس كيعطي بردو دابا تبغي تجمعوا مباراة تجمعوا لك بايش كثرة القيل والقال هذا خاوي هذا قد فيك هذا قد فيك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.